حزمة جديدة من العقوبات تضيق بها أمريكا والدول الغربية الخناق الاقتصادي على روسيا. فاعتبارا من الآن، واردات النفط والغاز الروسي لن تكون مقبولة في موانئ الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك استنادا إلى المشروع الذي صوت عليه الكونغرس الأمريكي، والذي يشرع حظر استيراد الطاقة من روسيا. جو بايدن وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض قال إن الشعب الأمريكي سيوجه بهذا القرار ضربة قوية أخرى لبوتين، مضيفا أن قرار الحظر اتخذ بتنسيق وثيق مع الحلفاء. اليوم أعلن أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي. نحن حذرنا جميع واردات النفط والغاز والطاقة الروسية، وهذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولا بعد الآن في بلادنا، وسوف توجه أمريكا مرة أخرى ضربة لآلة بوتين الحربية. قرار واشنطن يأتي بعد المناشدات المتكررة للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى المسؤولين الأمريكيين والغربيين بقطع واردات المواد الطاقية، والتي كانت بحسبه تشكل إغفالاً صارخاً للعقوبات الضخمة التي فرضت على روسيا بسبب الحرب. المحروقات الروسية من نفط خام وغاز طبيعي مسال تعتمد عليها الولايات المتحدة بشكل أقل مقارنة مع البلدان الغربية، حيث تزود روسيا أكثر من 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز والفحم و25% من النفط. إجراءات الحظر سترفع بحسب اقتصاديين من أسعار المحروقات الملتهبة سلفاً في محطات الوقود الأمريكية، وهو ما قد يضر بالمستهلكين الأمريكيين والمستهلكين حول العالم بعد الزيادات التاريخية التي عرفتها أسعار الاستهلاك عالمياً بسبب تداعيات جائحة كورونا وبسبب اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية.